نحل الأسئلة. يقول هو سيف تس ماجيك تس ماجيك ذات رافد مي، السحر هذا السحر هذا خبلني. منو قال هذا الشي؟ فالديز لو فاوستس لو وغنر؟ هو فاوستس اللي قال هذا الشي. هذا القول ماله تس ماجيك تس ماجيك ذات رافد مي، هذا فاوستس قال هذا المقولة. النقطة الثانية يقول هو سيد ذات، من قال هذا؟ This word dimension، كلمة اللعنة terrified not him، كلمة اللعنة ما تخوفني. هو كلاون لو واغنر لو فاوستز، هو فاوستز اللي قال انه اللعنة ما تخوفني. هذا فاوستز قال This word dimension terrifies not him، ما تخوفني كلمة اللعنة. ناخذ الثالثة إليزابيثيان ستيج، المنصة الإليزابيثية على المسرح. was فراغ which made it easy to show growth bottle، كبيرة كفاية لتعرض المشاهد مال السينز مال البطل. هل هي small صغيرة؟ هل هي somehow large كبيرة نوعا ما؟ أو هي large؟ هي large. شوفي هاي the stage was large، كانت كبيرة، which made it easy to show the crowd battle، تعرض مشاهد المعركة. عندنا النقطة الرابعة يقول who said that، من قال هذا؟ no here take your grenadiers، انطيني المشوات. من اللي ديشوا اللحم؟ هو الكلاون اللي هو باع نفسه مقابل قطعة من اللحم المطهية. هذا الكلاون قال no here take your grenadiers again، انطيني المشوات. عمود the orchestra، شبيهة under the stage لو behind the stage لو on front stage، هي under the stage. هاي الأوركسترا at under the stage، هاي under the stage is the orchestra. هسا ناخذ السؤال الأول، parallelism التشابه، contrast الاختلاف، or what Marlo aiming الذي كان يهدف لمارلو. The argument بالجدال between the clown and Wagner، بالجدال الذي دار بين كلاون وغنر اكو تشابهات والاختلاف. وعندنا البرلزم عندنا مرادفة لها بالملف الرابع اسمها التماثل، هسه اشوف لكم اياها. هسه راح نروح عليه، هذا موجود بالرابع بالملف الرابع، نطلع التشابهات والاختلاف المتماثل اللي بالجدال اللي دار بين الكلاون والوغ. هاي المرادفة مال برلزم اللي هي اسمها، هاي الإكويفلنت هي المرادفة مال بيرلزم، إكويفلنت يعني التشابه أو التكافؤ. هنا نتريد بش يشابهون بالسول بالتريد إيزي باث، يسلكون طرق سهلة. وهنا الكونتراست التناقض اللي تريده، إنه إنستيشن بالمكان، إنجوكيشن بالتعليم، بالسبرت بالروح، بيرسبكتيف بالمنظور. هي هاي اللي تريدين الدكتورة، موجود بالسين الرابع، بالسين الرابع موجود. راح نبدي نشرحها، تبدين تشرحين مين؟ من هنا تتكلم عن شو اسمه البارغن كونت ستراغن شو اسمه، تقولين the clown is poor، المهرج هو فقير. so he want to alter، يسعى لتغيير his position وضعيته. هاي راح نبدي نقارن، هي المقارنة بين فاوستز والكلاون، لأن اثنينهم باعوا روحهم، واحد لأجل اللحمة واحد باع روحه عم يحصل مكانه. هذا أول شيء تقولين واغنر imitate his master فاوستز، يريد يقلد السيد ماله فاوستز، فراح جاب الكلاون يريد يسوي خادم إليه، وراح يبدون يقارنون بين الكلاون وبين فاوستز أوجه التشابه والاختلاف. هو هذا الارجومنت الجدال اللي دار بين الكلاون والواغنر خصوص فاوستس. فاوستس هذا الكلاون قلنا بور، تقولين هو وونت التر، يسعى على التغيير his position وضعيته. فاوستس شبي feels himself to be limited، همات كان يحس نفسه محصور، confined ومقيد in his ordinary بطبيعة البشرية. scholar pursued، يكون مطارد من قبل العلماء. and to Faustus is willing، كان أيضا عنده رغبة to sell his soul، يبيع روحه to the devil للشيطان،
to gain secret power، يحصل طاقة سرية. أما بالنسبة للكلاون ما كان يقدر حتى يعترض. The objection in this case بحالة الكلاون بالمهرج is overridden، هي ممنوعة. By Wagner conjuration، بخصوص واغنر راح يستدعي له two devils شيطانين to taunt him، يعذبوه. The curiously الفضول foreshadows the means، دفع منه دفع فاوستز بولد باك دفع into the vault إلى الحقل عمودي يمارس السحر. Later in this play بهالمسرحية الواغنر is joking، الواغنر يمزح. When said that the clown's willingness، إنه الكلاون عنده رغبة. willingness رغبة to sell his soul، يريد يبيع روحه. سيطلعوش أوجه التشابه والاختلاف، إنه فاوستس باع روحه لأجل السكرت باور، الطاقة السرية. إنما الكلاون على شنو باع روحه؟ his soul for the raw mutton، لأجل لحمة مطهية. بون حتى ملحمة عظمة اللحمة مطهوة. The clown pick up the ideas، الكلاون واغنر يشاقه من قال هذا الشيء، لكن الكلاون التقط الفكرة. pick up the idea عجبته الفكرة، ايش قال؟ and say وقال he would do so if the mutton were done well، أنا راح أسوي هذا الشيء do if the mutton إذا كانت اللحمة were done well مطهوة جيدا. with sauce ومع صوص، قام يضحكون. هسه نجي نرجع على الاختلاف والتشابه. فاوستز هاز ست تايم ليميت، فاوستز وضع وقت محدود. the devil would bond to him، جعل الشيطان يكون مقيد به لمدة 24 سنة. but فاوستز هاز lofty dream، عنده أحلام نبيلة. إنما الكلاون ما عنده أحلام نبيلة. fast accomplishment، عنده إنجازات عظيمة هذا فاوستس. هسه نجي على الكلاون. the clown look forward change himself، فقط يريد يغير نفسه. شنو يريد يغير نفسه؟ into sundry، شنو الساندري؟ هي small animal حيوانات صغيرة، هذا تطلعات الكلاون. يريد يغير نفسه، جريد فارع عمود يقدر يقمز على الشجرة ويستمتع. هاي أحلام المهرج، إنما أحلام فاوستس lofty dream أحلام نبيلة، أن يكون أقوى من الملوك، أقوى من السلاطين. وعنده fast accomplishment أحلام وإنجازات عظيمة. بالنسبة للكلاون يريد يحول نفسه هاي إنجازاته العظيمة. small animals حيوان صغير. and for Faustus بالنسبة لفاوستس the end is diminishing، كانت النهاية ملعونة بالنسبة لفاوستس. for the clown نهايته شنو الكلاون المهرج؟ not sure لسنا متأكدين. but that end is certain by Wagner، نهايته تكون مهددة بواسطة الواغنر. the contrast هسه نجي على التناقض، هذا ريتريد الدكتورة. هسه حكينا عن التناقضات، التناقض بشنو؟ ان ستيشن بالمحطة او الوضعية مالته، البوزيشن هذا عالم وهذا مهرج. education التعليم مالته، هذا سكولار عالم وهذا ما متعلم الكلاون المهرج. السبرة الروح مالتهم، هذا مهرج يضحك وهذا جدي، فاوستس هي جدية مالت السبرة. perspective بالمنظور، هذا منظوره انه عدة تطلعات عالية، هذا تطلعاته ان يكون حيوان صغير. فهاي ال perspective between فاوستس and the clown، هاي الاختلافات بين المهرج وبين الكلاون، هي ها كلها ذكرتها، يسموها الكونتراست التناقضات. is clear يا واضحة. but they are لكنهم nonetheless equivalent. هسه نريد الإكوافالنت اللي هي إيه. هاي الإكوافالنت المرادفة مال باراليزم، التماثل أو التشابه. هسه قلنا التناقضات، تريد الدكتورة التشابه، يتشابهون بشنو؟ هسه هم يتشابهون بشنو؟ هاي المرادفة مالتها إكوافالنت، متشابهين بشنو؟ both have soul، both have soul، اثنينهم عندهم أرواح. and tread the easy path، تريد ذا ايزي باث، يسلكون الطرق السهله، انه يبيعون روحهم مقابل ان يحصلون على الاشياء اللي يريدوها، يسموه طريق سهل. تو ديمنشن للعنه، واغنر هاز جراوند، هاي ما نريده ما نحتاجها.
هسه تقلبين الورقة، عندنا شيء مهم هم هنا، أنا هذا الكلام كله لا تكتبي، تكتبين شنو تدرين؟ هسه دنقارت إنه فاوستس يخاف من العذاب وما يتحمل التورت من التعذيب، لكن الكلاون يتحمل، هنا أنا راح نحكي هنا أنا بخصوص، تقولين the theme of physical. Physical torment التعذيب الجسدي is letter turned انقلب on its head رأسا على عقب by the old man من قبل الرجل العجوز اللي هو الملاك who is willing to be يسعى ليكون torment to demand state his faith يتعذب فقط انه يثبت الايمان مالته يكون قوي. Faustus on other hand هسه نقارن بين Faustus والمهرج. Faustus squeamished هو حساس about physical squeamish يعني حساس about physical torment عن التعذيب الجسدي ما يتحمل as the clown بالنسبة للمهرج and can be lured يمكن إغراءه by beauty بالجمال easily بالسهولة as the clown can be by money هذا من هو فاوستز يغروب البيوتي بالجمال من قالوا له نجيب لك هيلين وبإيزلي بالطريقة السهل لكن الكلاون يمكن اغراءه بالمال لكن الكلاون يتحمل التعذيب هنا ذكر وتكتبينهم ايضا هاي مهمه بالنسبه للموضوع the money sells المال يختم the clown's fate قدر المهرج unless مالم he were willing عند استعداد to suffer ان يتعذب torment يتحمل العذاب to be free ان يكون حر لكن بالنسبه لفاوستز هو سكويمش حساس about physical torment ما يقدر يتحمل العذاب هي التشابهات والاختلاف اللي بين فاوستس وبين الكلاون المهرج بالجدار بالارجومنت اللي دار بين المهرج وواغنر